انما في ناس كتير قوي، انا قصدي ان انا اجيب لكم خبر قديم علشان مش كل حاجه بنسمعها نبتدي نقف عندها. فعلا سوق العقارات كان فيه بطء، بس ما سوق العقارات ما بيموتش. يعني خلينا نقول ان سوق العقارات يمرض ولا يموت. يمرض بمعنى ان انت بتبيع السنه دي بنسبه 80%، انت السنه دي هتبيع بنسبه 50%، لكن ما حصلش دروب في العقارات. خلينا نشوف بعد الخبر ده ايه اللي حصل. 103% نمو الطلب على العقارات بمصر مع بداية 2018. كشفت تقارير صادرة عن شركات، وليس عن لسان اي حد، شركات متخصصة في العقارات، ان الربع الاول من عام 2017 بان العقارات الجديدة تم تسجيلها وصلت الى 180 الف عقار، بزيادة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية او بالسنة اللي فاتت اللي كان فيها التعويم، وقلنا ان سوق العقارات فيه مشكلة. خلصنا اخبارنا العقارية وهنروح دلوقتي لفقرة جي ام ريال استيت، هنشوف